على مدار سنوات مضت لم يرتبط اسم بقناة السويس كما ارتبط اسمه بها، إنه الفريق مهاب مميش بحار القناة، وكان تطبيقا عمليا لمقولته الشهيرة: قناة السويس بالنسبة لي شرف وعرض وكرامة مصر، ولا يمكن أن نبيع شرفنا أو عرضنا لأي أحد. تولى الفريق مميش رئاسة هيئة قناة السويس في 12 من أغسطس عام 2012، وحمل على عاتقه حماية القناة في أوقات عصيبة من عمر مصر. واجهت مصر فيه الإرهاب الداخلي والخارجي ومحاولات مستميتة لزعزعة الاستقرار، وتولى مسؤولية الحدث الأعظم منذ افتتاح القناة الأول عام 1869، وهو افتتاح القناة الجديدة في عام 2015. التحق الفريق مهاب مميش بالكلية البحرية وكان من الأوائل، وتخرج في سلاح الغواصات عام 1971، وتدرج في المناصب حتى شغل منصب قائد القوات البحرية المصرية في سبتمبر من عام 2007. حصل مميش على العديد والعديد من الدورات التدريبية المتقدمة في المملكة المتحدة وأمريكا والصين وغيرها، كما نال عددا كبيرا من الأوسمة والنياشين تقديرا لتفانيه في العمل. ولا تنسى مصر له إبان ثورة 25 من يناير والأحداث المصاحبة لها نجاحه في تأمين مسرح العمليات البحري والموانئ والمسطحات المائية والممرات البحرية والأهداف الاستراتيجية الموجودة بالبحر، بالإضافة إلى تأمين السواحل ومنصات الغاز والبترول، حيث قامت القوات البحرية تحت قيادته بتأمين 31 ميناء و96 منصة وحفار بترول في خليج السويس والبحر الأحمر، ومكافحة أعمال الإغارة على المستودعات والموانئ. وفي عهده تم تنمية أعمال منطقة القناة، مما جعلها تدر أعلى عائد لخزينة الدولة في التاريخ، وبلغ 72.2 مليار جنيه، ومرت بها أكبر سفن الركاب والحاويات في العالم لأول مرة. وينتقل الفريق مميش من إدارة قناة السويس تاركا مسؤوليتها لبحار آخر هو الفريق أسامة ربيع، ليذهب لموقع آخر ليخدم وطنه منها، وليظل اسمه في لوحة الفخر التي تضم رجالا عهدوا الله وأنفسهم على خدمة هذا الوطن. سيادة الرئيس، نعاهد الله ونعاهد سيادتكم ونعاهد شعب مصر العظيم، نحافظ على قناة السويس شجاعا للحياة.